بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة، والطقس هيكون حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على بعض الطرق على فترات متقطعة. كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة غرباً على السواحل الموجودة الشمالية. دلوقتي خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 33 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 33-14، اسكندرية 23-14، العلمين الجديدة 23-14، كمان مطروح 21-12، دمياط 32-15، بورسعيد 33-15، الإسماعيلية 34-13، السويس العظمى فيها 31 والصغرى 13، العريش 35-14، كاترين 27-6، طابة 32-15، حلايب 29-17، شلاتين 31-18، شرم الشيخ 34-17، الغردقة 33-16، الفيوم العظمى فيها 36 والصغرى 14، بني سويف 36-14، الوادي الجديد 38-13، أسيوط 36-14، سوهاج 36-14، قنا 37-15، الأقصر 37-16، وأخيرا أسوان العظمى فيها 37 والصغرى 16. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، وكمان أخبار الطقس النهاردة. ناخد بالنا أن في رياح مثيرة للرمال والأتربة ممكن تعيق الرؤية الأفقية على بعض الطرق المختلفة سواء الساحلية أو الصحراوية أو غيرها. ناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية. كمان مرضى الحساسية أو الجيوب الأنفية لو خرجوا يلبسوا كمامات حفاظا على صحتهم. مرة تانية رجع المصطفى وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. نشكرك يا رامي، شكرا جزيلا.